بإجماع مكوناته حول مقدساته، قوي بمؤسساته وطاقاته وكفاءات أبنائه وعملهم الدؤوب على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره، في ترابط وثيق وقوي بين العرش والشعب، عرش مجاهد، عرش مكافح، وشعب وفي مخلص. عرش وشعب عاهد الله والوطن على التلاحم الدائم والوفاء الصادق والسير قدما لبناء مغرب النماء، مغرب التقدم والازدهار. بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، يستعرض جلالة الملك حفظه الله تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية. يصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مقر البرلمان لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادي عشرة. ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك حفظه الله في هذه المناسبة نظراً لإصابته بفيروس كوفيد-19. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنعم بالشفاء العاجل على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. رصيد بشري وحضاري متجدد ومتواصل تتمتع به المملكة المغربية، مكنها من رفع كل التحديات وتجاوز المعيقات والصعوبات عبر تاريخها العريق والحديث. لقد تمكنت بلادنا بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله من رفع كل التحديات وتجاوز الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، ليشكل المغرب بذلك نموذجاً فريداً يحتدى على المستوى الإقليمي والقاري، وأبان عن قدرته على الخروج بنجاح وتفوق من الأزمة الوبائية بفضل تضافر الجهود بين مختلف أطياف المجتمع تحت القيادة النيرة والمتبصرة لجلالة الملك نصره الله، الذي نهج مقاربة استباقية وقرارات وقائية حاسمة تدعمت بمبادرات حققت التناغم المنشود بين المخطط التنموي للمملكة وصمود اقتصادها. لقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن، وتعززت بجيل جديد من الأوراش الإصلاحية في كل المجالات والقطاعات، في وضع المغرب في مرتبة أرفع
في سلم الديمقراطية والحداثة والتنمية، وأضحت معها المملكة بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورشا مفتوحا يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار. وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة انخرطت المملكة في دينامية قوية من الإصلاحات والتحديث التي تستهدف تأهيل العنصر البشري وإعداد سياسات قطاعية لتحديث والنهوض بالتعليم والإدارة والعدالة والصحة والفلاحة والصناعة ومجالات وميادين أخرى. هي دينامية تندرج في إطار إرادة ملكية قوية وراسخة لضمان تنمية شاملة، تنمية مندمجة، وإرساء عدالة اجتماعية، وتعزيز مكانة المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية، وتكريس قيم الديمقراطية والحداثة. نهج قويم يتجسد في حكامة جيدة، ويرتكز على ثوابت الهوية التاريخية للمغرب، ويستجيب في الوقت نفسه للتطلعات الحداثية للعصر في تناغم تام مع الخصوصية المغربية. لقد ظلت المؤسسة الملكية في قلب المسار التنموي للمملكة ومحركه الأساس الضامن للوحدة والاستمرارية في تناغم وتجاوب تام بين العرش والشعب. فالسيادة الوطنية لا تكتمل إلا بالعرش وبجلالة الملك موحد الأمة وناظم عقدها وحافظ وحدتها الترابية المتجاوب دوماً مع نبض وتطلعات وآمال شعبه الوفي في تحقيق التنمية والازدهار والعيش الرغيد. اليوم نعيش لحظة من لحظات تاريخنا المجيد الذي يشكل مفخرة واعتزازاً لكل المغاربة. فجلالة الملك حفظه الله يفتتح أشغال البرلمان ويلقي جلالته خطاباً سامياً أمام نواب ومستشار الأمة بمجلسي البرلمان، خطاب سيشكل خارطة طريق للمؤسسة التشريعية وتوجيهات ملكية نيرة تعزز أدوارها الرقابية والتشريعية وتفعل دور المكونات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان خدمة للمصالح العليا للوطن ودفاعاً عن قضاياه المصيرية الأولى. ولتكون المؤسسة التشريعية إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية للمملكة في مستوى التطلعات الملكية وتطلعات كل المغاربة من أجل بناء مغرب متقدم، مغرب نام، مغرب مزدهر، مغرب كل الرهانات والتحديات المربوحة. فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة وضعت الأوراش والمخططات الإصلاحية الكبرى الإنسان في صلب الاهتمام وفي قلب السياسات العمومية في إطار ميثاق وطني من أجل التنمية الشاملة والمستدامة. ورش القطاع الصحي من الأوراش ذات الأولوية التي تنتظرها إصلاحات واعدة، بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك نصره الله، والذي يشكل ورشاً حقيقياً لجميع المغاربة، يعكس الاهتمام الخاص الذي يليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تعميم الحماية الاجتماعية ورش ملكي رائد يعبد الطريق لتعزيز العدالة الاجتماعية بالمغرب. ولتنزيل هذا الورش على أرض الواقع، تم إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لمراجعة المنظومة الصحية. هو مشروع إصلاحي هيكلي يرتكز على أربع دعامات أساسية
من خلال اعتماد حكامة رشيدة وتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى العرض الصحي لتلبية تطلعات المغاربة في الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها بالإضافة إلى رقمنة النظام الصحي، ليشكل بذلك هذا الورش الملكي الرائد مشروعاً مجتمعياً غير مسبوق وثورة حقيقية تعبد الطريق لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين. ورش ملكي آخر في مستوى تطلعات الأمة المغربية لربح رهان التقدم والتطور بقيادة جلالة الملك حفظه الله، مشروع القانون الإطار لميثاق الاستثمار الجديد الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية من أجل تمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار يروم ملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، ميثاق يستلهم روح النموذج التنموي الجديد ويطمح إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار خاصة فيما يتعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة لا سيما التي تحظى بالأسبقية. وقد ارتئينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين. الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والثاني هم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار. حضرات السيدات والسادة، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فالماء
هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا فإن إشكالية تدبير الموارد المالية المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود. وإننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع. ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية. وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها، وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027. كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سد، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز. وكيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة. ونخص بالذكر تكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني ومحطات تحلية المياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لا سيما في مجال الري. حضرات السيدات والسادة، إن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية. كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقاط الضعف التي تعاني منها. فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي لا يمكن حل جميع المشاكل. بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة، لذا ندعو لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع من كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية. كما ينبغي أن لا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا كمغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال المسؤول وعقلاني للماء، وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح الأمومية أن تكون قدوة في هذا المجال. كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية. أما على المدى المتوسط فيجب تعزيز سياستنا في مجال الماء وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع. فواجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء الذي ندعو إلى التأجيل بتفعيله. ونريد التركيز هنا على بعض التوجهات الرئيسية. أولاً، ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحاً، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة. ثانياً، إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ
غير القانوني والآبار العشوائية. ثالثا، التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة انقطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي. رابعا، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة. حضرات السيدات والسادة، يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب بموضوع الاستثمار الذي يحظى ببالغ اهتمامنا، وإننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد، الميثاق الجديد للاستثمار، دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات. فالمراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي. وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال، لكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللا تمركز الإداري والتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال. وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد. ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. والمقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية مدعوة إلى تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال، كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ولتحقيق الأهداف المنشودة وجهنا الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف من تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاون لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله
في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية. وخير الختام قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للمرحلة القادمة وموعد سنوي هام كما قال جلالة الملك حفظه الله لطرح القضايا الهامة للأمة. وهنا تحدث جلالة الملك عن إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة ومستقبلية ومجال النهوض بالاستثمار ودور المؤسسة التشريعية في ذلك. نودعكم سيداتي وسادتي على أمل اللقاء بكم بعد قليل.